صباح الخير اعزائي المشاهدين، معاكم كابتن شريف حموده وحلقه جديده من حلقات سوبر هيرو، ومعايا ريتاج وياسين. اخباركم ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. النهارده هنتكلم عن زياده الدهون في الجسم وتاثيرها على معدل الحرق. كنا اتكلمنا في حلقه عن زياده العضلات وتاثيرها على معدل الحرق، هنشوف الفرق دلوقتي ما بين الاثنين ايه. الدهون كل ما بتعلى في الجسم ده بيقلل معدل الحرق بتاعي، عكس العضلات، العضلات كل ما بتعلى بتزود معدل الحرق، فبالطبيعي ان الجسم بيكون صحي اكتر. كل ما الدهون بتعلى في جسمي ده بيأثر بشكل سلبي على حاجات كتير جدا في جسمي بسبب زيادة الدهون دي، منها انه بيحصل خمول، منها اني النفس بتاعي ما بيبقاش كويس، ممكن يجيلي امراض كتيرة، حاجات في القلب، الشرايين، نقرس، حاجات كتيرة طبعا بتأدي لأمراض. فما يفضلش أبدا أن احنا نسيب نفسنا لفترات طويلة. أول ما الواحد يبتدي يحس أن وزنه ابتدى يعلى، لا، يبتدي كنترول، يركز، يظبط أكله، يعمل تمارين، أقل حاجة اتفقنا عليها مرتين ثلاثة في الأسبوع، عشان يفضل محافظ على أنه بيعمل رياضة وبيتحرك دايما ويحاول يعلي معدل الحرق في الجسم. ريتاج وياسين اتكلمنا قبل كده وسألتكوا عندكوا زمايلكوا تعرفوهم عندهم وزن زيادة، كنتوا جاوبتوني قبل كده قلتولي وقلتلكوا حاولوا تنصحوهم. ريتاج، عملت اللي أنا قلتلك عليه وحاولت تتكلمي مع أصحابك ونصحتيها بالنصايح اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده؟ اتكلمت معاها وهي قالت لي هشوف وهحاول اتمرن وانزل الجيم كده. برافو عليكي. ياسين، عملت فعلا الموضوع ده؟ جربته؟ جربته. هاي كويس قوي ان هم استجابوا للموضوع ده وابتدوا فعلا ان هم ينشروا المعلومات اللي احنا بنتكلم فيها. ده بيوسع الدايره بتاعتنا لما كل واحد فينا يتكلم مع اللي يعرفه، وبعدين اللي يعرفه يتكلم مع مجموعه اكبر. حلقه الدايره بتاعتنا بتاعه الرياضه والمعلومات عن الرياضه وان احنا نحسن من صحتنا بتكبر اكتر. ده بيخلي المجتمع بتاعنا نفسه بيتجه للاتجاه السليم، ان هو يفضل يعمل رياضه، يحاول يظبط الاكل بتاعه، يعلي معدل الحرق بتاعه، الناس كلها شكلها كويس، الناس كلها تحب الرياضه، دي حاجه مهمه جدا. هنبتدي دلوقتي نعمل مع بعض مجموعه من التمارين ونرجع تاني ونبتدي نشوف ايه العضلات اللي احنا اشتغلنا بيها وايه وجه الفايده من التمارين دي. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. شوف الحلقة كاملة على قناة مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.